التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في هذا الصدد، وخاصة فيما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء أن اليابان تحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على تعزيز التعاون وعلاقات التعاون المشتركة والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع علاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عمل وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل. أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وفي ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتيسير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الإفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا. وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود. أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهام مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات الدعم السريع. ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي القرار استنادا على تداعيات الأحداث على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد، فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017. أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت ضربات استهدفت منطقة أوديسا على ساحل البحر الأسود، وقال حاكم المنطقة أن الضربات التي نفذت بمسيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومباني إدارية في منطقة إسماعيل في أوديسا، مشيرا إلى أن شخصا أصيب في الهجوم وهو الرابع على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية. نددت روسيا بخطط أمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، ووصفتها بأنها دليل على اللا إنسانية. وقالت السفارة الروسية في واشنطن أنه من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، وإنما أيضا للتخلص من أجيال بأكملها.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، وتتضمن الحزمة مساعدة أمنية جديدة عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار، ودعما بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، تشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات أبرامز.